كنا في دولة الصين. خطير بس باقي نيهاو. يسألوا عن بعض الأشياء على الصين. طالب جامعة. السلام عليكم ورحمة الله. نيهاو ولا ماذا نقول؟ شوف هذا أخونا في إفريقيا. نيهاو. نيهاو. أبونا واحد. لا من أبا ممكن الثالث والرابع. نعم من جد. جد خلاص. أبونا واحد. آدم عليه السلام. أبونا واحد. ممكن تورينا بعض الأشياء؟ ما شاء الله. حياك الأخي. ممكن تورينا بعض الأشياء في الصين؟ والله تم هذا منذ قريب أنا أمكوا تم هذا تزوج بالصيني. طيب كيف تفضل كيف تفضل؟ بس عندكم في عايشين لا أريد الصيني أصلي. هم أصلي. أم أنا أصلي صح؟ لا هو أصلي. شوف أنا مسلمين. شوف أخي أنت. تعرف شيء في الصين مسلمين كله ما في أصل صيني هذا دم كله في يرجع أول عرب فارسي آه في طريق يجي أنت الصيني أصلي هو يعني هذا جنوب الصيني هذا كوندونيز هذا أصلي أما أنتم مش مثلا لسه صيني أصلي نحن يعني تاريخ في تاريخ طويل قبل 500 سنة كان مسلمون له مكان في شكل خاص يتزوج مع مسلمين فقط يتكلم عربي يتكلم أي 500 سنة هذا مليف خاف بعدين كله غير لازم تزوج مسلمين هو مسيني أيام بعدين شكل كله راح شكل غير إيش كان اسم الدولة؟ هذا في أمبراطورية هذا مين أمبراطورية مين قبل 500 سنة أيوة أنا أريد شيئا. أريد شيئا ولا أشياء. شيئا وأبشر. أيوة أشياء. أبشر. يعني أريد أن أرى كيف تأكلون مع هذه. أبشر. يعني أبشر. شيئا بسيطا. كيفية. شيئا بسيط على الصينيين لكن علينا. أنت ابن عمي. صعب. يعني هذا عجيب. شوبستيك. نسم شوبستيك بالإنجليزية. الفائز به ما شاء الله عندك خبره في ذلك اكيد هذا ما يفوق بس هذا معروض هذا هبتهم كيفيه شوف هذا ثاني ثابت فوق يتحرك لا حاول مع قوامه يعني حتى نرى طلع ايوه الثاني هو الذي يتحقق فقط ثاني ثابت بس شوف ثلاثه اصابع يمسكها ثاني ثابت الرحمن علي الميري موجود محمد انتظر نشوف قليلا اهلا وسهلا كيف امسكت شوف ممكن ياخذ اللحم ما يطلع مو برضه طلع لا انتظر قليلا لا تجرب خرب انت الذي يتوقع لو اعطيته حتى نرى يعني كيف يمسكه جيدا ثلاثة اصابع يمسكها ايوه ثاني ثابت فوق يتحرك ايوه هذا اثنين فوق يتحرك بس صح لا فوق يتحرك بس هذا الذي فوق اي فوق يتحرك ثاني ثابت شوف واذا اردت ان تاخذ كثيرا كيف تفعل لا يعني تريد ان تاخذ كثيرا هذا عيب عندنا مره مؤدب ايوه في ادب ايوه افضل حتى بهذا الطريق قليل تشبه بهذا الطريق شوف سنين ما يجي كثير صح حتى ما يكون وسط زياده والا ستكون سمين عايش في السعوديه في سعودي في زبادي والدجاج كل الوقت ساكن مرحب بالدكتور عمر بابكر تحية قوية لا اسمعك ايه يمكنني والله ستخرب الدنيا حبيبي قليلا اتمنى من الجميع الجلوس اي انا في مهرجان اليوم راح يخلص انا ارجع بسم الله القادم يا كنترول اي اسم جديد 10 يوم مشغول انا ادري ممكن يرجع انا بيت ما في الفائز كيف مسجل اليوم يا ما شاء الله انت متعود الجمعة السبت هكذا مستر امير شوف تريد ان تاخذ من الاسفل ايوه هكذا شكرا ولا شيء هاتي وحاول